اهلا بحضراتكم من جديد. وطبعا يعني نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر واحد من المواهب الكبيره جدا جدا اللي متعنا في كل الماتشات، يعني كل ماتشات الدوري ماتشات افريقيا، لكن كان بيتالق تحديدا في ماتشات الاهلي والزمالك هو الكابتن جمال حمزه. كابتن جمال برحب بحضرتك. ازيك يا عمر؟ عامل ايه يا كابتن؟ حبيبي كله تمام؟ كله تمام. منورنا يا كابتن. انت اللي منور ومبروك على البرنامج. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يوفقك ان شاء الله، برنامج مكسر الدنيا. ربنا يخليك كابتن جمال. سر التالق في ماتشات الاهلي والزمالك، وايه اغلى هدف او احسن هدف الكابتن جمال احرزه في مرمى الاهلي؟ لا هو مش سر ولا حاجه، هي بس الموضوع ان انت يعني بالنسبه لي كنت من قطاع الناشئين. طبعا بدايه مدرسه الكوره هو قال بدا بقطاع الناشئين في التقرير سنه 95، بس انا من مدرسه الكوره من سنه 88 موجود في مدرسه الكوره لغايه ما تدرجت، يعني لغايه 14 15 سنه بقيت في قطاع الناشئين. فالمباريات دي انت بتلعبها من وانت صغير، فهي دي يعني اللعيب اللي بيبقى عنده ثبات انفعالي متعود على الضغوط فالمنتخبات من واحنا صغيرين، فهتلاقي في ناس مسمعه في الناشئين كده من واحنا صغيرين، فهي دي بس اللي ممكن تخليك بيبقى يعني اللعيب بيبقى اهدى شويه غير اللعيب اللي بيبقى جاي على طول على الدرجه الاولى، يعني ما يعرفش موضوع الديربي، مش متعود على الجمهور هنا او هنا، هي دي بس اللي ممكن. اكيد في الاخر هو توفيق يعني. ولا كعبك عالي يا كابتن على النادي الاهلي؟ ما هو الكعب العالي ده بيبقى توفيق، يعني انت موفق مركز بتعمل اللي عليك، ففي الاخر ربنا بيوفقك بس مش اكتر. يعني هي دي الـ يعني المباراه الوحيده اللي ممكن كنت بتبقى، يعني انا نفسي كنت ببقى مركز ان انا عايز اجيب جون، هي دي بس المباراه الوحيده اللي كنت ببقى مركز، انما المباريات الباقيه كان مش في دماغي قوي غير الفرقه تكسب بس. يعني هي دي الاهداف اللي ممكن تبقى اهداف جماعيه او اهداف شخصيه، يعني لو انا ركزت في موضوع الاهداف ده، يعني انا جايب حوالي 74 جون مع الزمالك في مختلف البطولات، يعني لو كنت ركزت اكتر من كده في موضوع التهديف ده لا كنت عديت ناس كتير، بس كانت بتبقى يعني متعه اكتر لما اصنع لحد يجيب جون، يعني برضو دي كانت بتبقى بالنسبه لي متعه. كابتن جمال، احسن هدف اللي كل ما تشوفه كده تقول ايه بس الحلاوه دي، الهدف الجامد ده، الجون العادي يعني؟ اكيد طبعا في هدف بتشوفه كده بيمسكك. الزمالك والاهلي، اهلي وزمالك طبعا، اهلي وزمالك. هو في الاهم وفي الاحلى، يعني ممكن يكون الاهم الزمالك والاهلي 1-0، خلص 1-0 اللي انا احرزت فيه الهدف، فانت كسبان الاهلي 1-0 وانا اللي احرزت الهدف مباراة في الدوري. كان موسم كام يا كابتن فاكر ولا لا؟ موسم 2003. عشان نوضح بس للناس الهدف تحديدا 2003 الدور الاولاني. الاحلى ده الاهم، ده الاهم تمام. الاحلى الكاس، ماتش الكاس اللي هو 4-3، الهدف كنا 2-2 وفي ال بس بقى الماتش ده الاضافي صعب قوي. الماتش ده يا كابتن الماتش راح وجه اربع خمس مرات، صعب جدا. انتوا نازلين الماتش، انتوا مركزين، انتوا عارفين ان انتوا ماتش مهم، ماتش اتقدمتوا، الاهلي جاب جون في اخر دقيقه، جبتوا هدف. لا احنا تاني. الاول اتقدمنا عمرو زكي وبعدين عماد متعب اتعادل وبعدين شيكابالا جاب هدف، بقت 2-1 وبعد كده بوتريكا جاب في الاخر خالص الجون ده. كابتن حسيته ان انتم خلاص الماتش بيهرب منكم ولا كان لسه عندكم امل؟ لا لا خالص لا، لان انت حتى كمان في الشوط الاضافي الاولاني انا جبت بقى الهدف الثالث والشوط الاضافي الاولاني خلص، ف لا كنا حاسين ان المباراه بتاعتنا، ان انت اللي عمال تتقدم ثلاث مرات، فحسينا في الاخر ان المباراه بتاعتنا يعني. بعد كده لما الاهلي اسامه حسني رجع بالتعادل وبعدين اتقدم وبعدين احنا كره في الاخر خالص عمرو زكي شاطها جت في العارضه، هي دي ده السيناريو اللي حصل يعني. بس كانت مباراه يعني صعبه جدا يعني، من احلى الماتشات اهلي وزمالك مثلا ممكن تصنفها. الماتش كان جميل جدا. زي ما عملت ايه بعد الماتش يا كابتن جمال؟ لا مش متذكر بالظبط، بس يعني اكيد كنا زعلانين جدا، يعني انا كنت زعلان جدا من المباراه تحديدا، لانه انت عمال تتقدم مره وتتعادل وبعدين الثانيه وتتعادل الثالثه وبعد كده اتغلبت في الاخر، فكانت نهائي الكاس ببطوله كمان، مش ماتش عادي، فلا من المباريات اللي زعلت عليها يعني. كابتن جمال انتوا كنتوا جيل جامد قوي في الالفيه الجديده، بسم الله ما شاء الله، خدتوا افريقيا وبطولات دوري
وكنت عامل دوتو رهيب مع كابتن حازم امام طبعا حبيبك حازم يعني وعبد الحليم وكابتن حسام حسن طبعا. لكن سر القوه ليه كنتوا مميزين قوي، ليه نادي الزمالك لحد دلوقتي مش عارف يكون مجموعه بنفس القوه اللي كانت موجوده قبل كده؟ لانه الاغلبيه كان من ابناء النادي. يعني انت لو حسبت الناس اللي كانت موجوده طالعه من ناشئين الزمالك هتلاقي الفرقه مع الاضافات القويه اللي كانت موجوده زي تامر عبد الحميد ووليد عبد اللطيف وكابتن حسام وكابتن ابراهيم. فدول الاربع لعيبه كانوا مؤثرين جدا مع المجموعه، مع عبد الحليم طبعا كان موجود من قبليهم. دي مجموعه كانت مؤثره جدا. بس لو عديت الناس اللي كانت موجوده في التوقيت ده في اللي هم الاربع خمس سنين اللي كانوا موجودين من بدايه من 99 ل 2000، على فكره ابتديت العب في الدرجه الاولى من 99 يعني بداية كده من الجيل اللي هو كابتن سامي الشيشيني كان موجود، أسامة نبيه مع حفظ طبعا الألقاب، محمد صبري، خالد الغندور، عبد الواحد السيد، أيمن عبد العزيز، أبو العيلة، حازم إمام، وأنا، وبعدين ده دخل محمد عبد الواحد ومحمود محمود، طارق السيد، طارق السعيد، مدحت عبد الهادي. يعني كل دول من ابناء النادي، بقول لك معاها كمان الاضافات اللي كانت موجوده لاباني وبشير واللي احنا اتكلمنا واللي انا اتكلمت عليهم تامر عبد الحميد ووليد وكابتن حسام وكابتن ابراهيم. فحتى الاضافات كانت قويه مع المجموعه اللي انا اتكلمت عليها دي. فالجيل كان قوي. يعني لما حد بيقعد محدش يتخيل ان مثلا واحد عنده 18 سنه او 19 سنه زي يطلع يلعب، يعني صعب، الموضوع كان صعب مش سهل ان انا العب على مع كابتن حسام ومع عبد الحليم وعبد الوليد، وكان قبليها بسيوني موجود والدوماني واحمد فيليكس جه بعد كده. كان حتى يعني الناس المهاجمين كل دول كانوا بيتصارعوا على مكان واحد لان الكابتن حسام حسن كان موجود، فاهم؟ محدش يقرب. ففي خمس ست لعيبه بيتصارعوا على مكان. لا كان الوضع صعب. وبعدين الناس حتى كمان اللي بيلعبوا اللي هم صناع اللعب، حازم امام، خالد الغندور، محمد صبري، يعني برضو الاسامي الناس اللي موجوده ورا الديفندرات مثلا طارق السعيد، طارق السيد ناحيه الشمال، ابو العيله لان احنا كنا مميزين قوي في ناحيه الشمال تحديدا، الخماسي كابتن احمد عبد الله كان موجود برضو معانا. ففي ناس كانت مؤثره جدا في التوقيت ده. فان انت تطلع مواهب بالحجم ده من قطاع الناشئين وفي نفس الوقت تعمل اضافات بالقوه دي دلوقتي صعب، اعتقد انه صعب. كنت مصدق ان الكابتن حسام حسن ممكن يجي الزمالك في يوم من الايام؟ لا مستحيل طبعا. يعني استقبلت الخبر ازاي؟ استقبلت الخبر ان انا ما عرفتش ادخل التمرين في اليوم ده. يعني انا كنت بطمئن، يعني لازم اخش عن تمرين مع الفرقه، ما عرفتش ادخل النادي من الزحمه وما عرفتش اتمرن فعلا. يعني دخلت بعد ما التمرين بدا يجي بنص ساعه. كل يوم كانوا بيقولوا الكابتن حسام جاي النهارده والكابتن ابراهيم، فيعدي اليوم ما فيش حاجه، تاني يوم، تالت يوم، فخلاص بقى الموضوع بقى يعني بوخ، فاهم انت؟ فخلاص بقى مره واحده لقيته، يعني بقيت خلاص بقى الموضوع يعني متكرر، فبقى دمه تقيل، واحنا خلاص يعني فقدنا الامل ان هم يجوا. فجاه انا اصلا ساكن لازق في النادي، فانا بنزل يعني قبل التمرين بنص ساعه، فنزلت لقيت الدنيا مقلوبه قدام النادي، جوه النادي، بره النادي. عبال ما دخلت، لان طبعا كانوا قفلوا البيبان عشان الناس اللي جوه بقت خلاص ما فيش مكان لحد، والناس اللي بره عايز تدخل، عشان عبال ما نادوا بتاع الامن بتاع البوابه عشان يجي يفتح الباب، فيلم كبير جدا. بقول لك عبال ما دخلت كان التمرين بدا بقاله نص ساعه. ف لا كانت يعني طبعا كنا سعداء جدا بالكابتن حسام لانه اضافه قويه جدا، هو كابتن ابراهيم دفعه معنويه قويه جدا. ان انت بتفقد المنافس بتاعك، اتنين من اهم اللعيبه اللي موجودين في تاريخ الكوره، ويبقوا موجودين معاك، لا دي حاجه كانت نقله قويه جدا. يعني هم كمان يعني هم تحديدا برضو الضغط النفسي والعصبي اللي كانوا بيتعرضوا له بصراحه كان اضافوا لنادي الزمالك طبعا جمال. طبعا اكيد اضافوا مع المجموعه، خلي بالك ما تقدرش تقول ان واحد او اتنين، لانه في اوقات كتيره جدا كابتن حسام ما كانش موجود، كان في موسم كامل اغلبيته كابتن حسام كان متعور. في موسم بعديه كان كابتن ابراهيم كان في مشكله كده مع المدير الفني، مش فاكر كان مين، برضو قعد فتره كبيره كان بعيد. فبقول لك يعني الكوليكشن اللي كان موجود ده مش هيتعوض مع الاضافات، مع الناس
اللي كانت من ابناء النادي المجموعه دي كلها كانت صعبه قوي ان هي تتعوض في التوقيت ده يعني. كابتن حسام كان ساعات بيتكلم